بدها تضل عندي لأنه عمتها، أنا أخذ عمتها يعني، وأنا ابن عم أبوها يعني، بدها تضل عندي التربة. عرض عليك أي عائلة أنت تبناها، هل يمكن أن تقبل؟ لا مستحيل، أنا بقطع من لحمي وأطعمي، ما بعطيها. هل أعطيت اسم؟ أعطيتها، سميتها على اسم أمها عفرة. طلعت البنت أمها والدتها، شلت الحبل هذا تبع الصرة قطعته، فقلت أنا أبو ردينة وعيلته راحهم الله يرحمه، فأنقذ البنت أيضا ذكرى.